بيد الله ينطلق الشوط السادس في هذا المساء على كأس الخليج للخيل العربية الأصيلة. 1600 متر مسافة هذا الشوط على المضمار العشبي. 15 راسب شارك هنا في هذا الشوط. الاندفاع القوي من الجياد نحو التقدم. نتابع رائدة في المركز الأول والمركز الثاني للمجهز والمركز الثالث أوبرا إيزد والمركز الرابع. نتابع الآن لمجد الإسلامي ولكن التقدم لازلنا مع المركز الأول ورائدة. رائدة تقود المقدمة والمركز الثاني للمجهز. متابعة أيضا من بقية الجياد. محاولة الآن من أوبرا إيزد من الداخل ونتابع وإياكم اندفاع الآن من الفرات من الخارج على ما يبدو لي وسيف النار من وسط الجياد. انتفاضة أيضا تنتفض نحو المقدمة. الآن الانعطاف قبل الأخير. كل التوفيق للجميع. التوجه نحو المنعطف الأخير ولازلنا مع رائدة والسادة أم قرن والمدرب تيميول ونتابع وإياكم. لازلنا إلى بالمركز الأول مع رائدة والمركز الثاني للمجهز. أبرز الترشيحات للمجهز والمرابطون وترف ولكن من يفوز في هذا الشوط؟ كأس الخليج في هذا المكان البهيج على ضفاف الخليج. نتابع وإياكم المجهز إلى المركز الأول. الآن اندفاع بقية الجياد نحو المقدمة. المجهز إلى المركز الأول. اندفاع أيضا من مهجة. مهجة من الخارج واندفاع من رصان. رصان ومهجة. اندفاع ثلاثي على المركز الأول. لازلنا مع مهجة. مهجة إلى المركز الأول. مهجة وألف مبروك إذن للسادة.